سفر الحكمة الأصحاح الأول. أحبوا التقوى يا حكام الأرض، تأملوا في الرب واطلبوه بطيب قلب، فالذين يسعون إليه يجدونه، والذين لا يشكون فيه يرونه. سوء الظن يبعد الإنسان عن الله، والشك في قدرته يفضح الجهل. فالحكمة لا تدخل نفسا ماكرة، ولا تحل في جسد تستعبده الخطيئة. هي روح طهرها التأديب، تهرب من الخداع وتبتعد عن الظنون الباطلة وتخجل من الظلم. وهي روح محبة، لكنها لا تغفر لمن يكفر بكلام الله. فالله يدرك مشاعر الإنسان، ويرى ما في قلبه، ويسمع ما ينطق به لسانه. روح الرب يملأ الكون، وبالأشياء كلها يحيط. لهذا هو عليم بكل ما يقوله الإنسان، لا يخفى عليه ناطق بسوء، وبإنسان كهذا ينزل العقاب العادل. أمام الله تنكشف أخفى نياته، وأقواله تصل عرش الرب وتحكم على شر أفعاله. فآذان الرب تسمع كل شيء حتى الهمس، فتجنبوا الهمس الذي لا خير فيه، وصونوا ألسنتكم من النميمة، فما يقال في الخفية لا يمر دون عقاب، واللسان يودي بصاحبه إلى الهلاك. لا تسعوا وراء الموت بما ترتكبون من أخطاء في حياتكم، ولا تجلبوا على أنفسكم الهلاك بأعمال أيديكم. فالله لم يصنع الموت، لأن هلاك الأحياء لا يسره. خلق كل شيء للبقاء، وجعله في هذا العالم سليما خاليا من السم القاتل. فلا تكون الأرض مملكة للموت، لأن التقوى لا تموت. لكن الأشرار جلبوا على أنفسهم الموت بأعمالهم وأقوالهم، حسبوا الموت حليفا لهم وعاهدوه، فصاروا إلى الفناء، فكان هو النصيب الذي يستحقون.